النهارده هنشرح جون المسؤولة عن اتش بي، او بمعنى اصح جون اللي هتخليك بغل او حيوان او تانك. اول حاجه من اساسيات الريزولف البتاعه دي لما بتختارها بتدخل كومبات لمده 4 ثواني. الكومبات ده هو انك بتضرب اوتو اتاك على عدو او طور او مينس، المهم انك بتضرب لمده 4 ثواني، يعني 4 ستاكس. لما بتجمعهم الضربه اللي جايه ليك هتزيد 4% بونس دامج من الاتش بي بتاعك الاساسي، وكمان هتهيلك بنسبه 2% من الاتش بي برضه بتاعك الاساسي. لو هتستعملها لشخصيات بتضرب من بعيد بتقل النص تقريبا، بتديك 2 بونس دامج و1 اتش بي. اما تاني حاجه في الاساسيات هي الافتر شوك، دي بتشتغل مع اي شخصيه عنده ستان او جول. لما بتعمل ستان على العدو هيزيد دفاعك من 80 ل 150% من دفاعاتك على حسب الليفل بتاعك لمده 2.5 سنين. بعد 2.5 سنين ليك ضربه بتعمل من 25 ل 120 زائد 8% من الاتش بي بتاعك، كل ده بيتحول لماجيك دامج. هندخل على تالت حاجه وهي الجارديان. بص علشان ما صعبش عليك الموضوع ويضيع في كلام تافه، خلاصتها انك اي واحد من صحابك قريب منك لو جالك او جاله دامج في شيلد بينزل عليكوا انتوا الاثنين وبونص موف سبيد لمده 1.5 ثانية. الكول داون بتاعها من 70 وبينزل لك 40 ثانيه. كده احنا خلصنا اساسياتك. لو هتلاحظ هتلاقي ان احنا تقريبا بنتكلم عن السبورتات التانك. اول حاجه في الجون الفرعي، اول لما بتوصل عند التاور في رينج 600 بتبتدي تشحن الضربه بتاعتك، بتقعد من 6 وبتنزل ل 3 ثواني. بعد لما الوقت بيخلص ليك ضربه على التاور بتعمل من 100 زائد 35% من الاتش بي بتاعك، كل ده بيتحول لبيزك دامج على التاور. تاني حاجه لما بتعمل سلو او استنى على العدو، العدو هيكون عليه علامه لمده 4 ثواني. لو حد من صحابك ضربه او انت ضربته، المهم ان هو اتضرب، لما بيتضرب بيجي لك 5 زائد 1% من الاتش بي بتاعك الاساسي على مدار 2 ثانية وملهاش كول داون. اما اخر حاجه شيلد باش، لما بتضرب شيلد من سكلاتك هتزيد دفاعاتك من 1 ل 10، ودي بتبقى على حسب الليفل بتاعك، وبتخلي الضربه اللي جايه بتاعتك بتزيد من 5 ل 30 زائد 1.5 اتش بي زائد 8.5 من دفاعاتك، كل ده بيتحول لدامج. من الاخر دي بتزود دفاعك في الشيلد وبتديك دامج للضربه الجايه. اما اول حاجه في الصف الثاني، بعد اول 10 دقائق من الجيم بتزيد 9 ارمونج و9 ماجيك ريجست زائد 5% من دفاعاتك كلها، ودي بتشتغل مره واحده بس. اما تاني حاجه لما بتاخد دامج من عدو بيرجع لك 6 زائد 4% من الاتش بي اللي انت خسرته لمده 10 ثواني. اما اخر حاجه في الصف ده، لما بتاخد دامج من عدو بيبقى عليك شيلد لمده 1.5 ثانية او 3 ضربات من الاعداء. الشيلد ده بيشيل من 30 ل 60 على حسب الليفل بتاعك، والكول داون بتاعها 45 ثانيه. كده انت ما بين توب لين وسبورت. اول حاجة في الصف الاخير هو الاوفر جروس، انت ليك هنا 8 ستاك بتجمعهم. اي مينيون او وحش من وحوش الجنجل مات جنبك في رينج 1400 هتجمع ستاك، الستاك الواحد بيزودك 3 اتش بي. بعد لما بتجمع ال 8 ستاك اللي هما بيساووا 120 مينيونز او مونستر، هتاخد زيادة في فار الاتش بي بتاعك بنسبة 3.5% وبتشتغل مرة واحدة بس. تاني حاجة الريفتلايز، الباسيف بتاعتها انها بتزودك 5% من قوة الهيل بتاعتك او الشيلد اللي بتعمله، وبتترفع ل 10% لو الاتش بي بتاعك اقل من 40%. اخر حاجة في اخر صف ليها باسيف، اي سكيل من السمر سبيلز هتستخدمه هيزودك 10% تناستي وبتترفع لحد 20% بس. اما الاكتف بتاعها انك كل ايتم هتضربه هيزودك 15% سلو ريزيست و15% تناستي لمدة 10 ثواني. انا شرحت التناستي قبل كده، بس الموضوع كله هنا انها بتقلل نسبة اي سي سي هيجي عليك.